بالنسبة لكريمونيزي المدرب دافيدي بالارديني مدرب معروف ومدرب تخصص في إنقاذ الفرق من الهبوط، فعلى ذلك أكثر من مرة. أوه! الهدف الأول لأودينيزي، الهدف الأول عن طريق من؟ الهدف الأول يأتي في وقت مبكر جدا 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 عن طريق لازار سابارزيتش. لازار سابارزيتش اللاعب البوزني الألماني يسجل، سامارزيتش يسجل هدف مبكر، وهذا الهدف الخامس لهذا اللاعب. كنت أقول أن بيتو يغيب، ولكن هناك من هو. هذه كرة ركلة حرة، سامارزيتش يعليها ورأسية، الله! بيول 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 بيول، الله الله. الهدف الثاني، لا والله، بيريز 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 نيوين بيريز، نعم هو نيوين بيريز اللاعب الأرجنتيني. نيوين بيريز يسجل رأسية رائعة قوية في شباك كارنيسكي. ما هذه الفعالية؟ أودينيزي بيلعب واحدة من أفضل المباريات، ودعونا نتأكد. لما انطلقت مش تسلل، لما انطلقت وللعب الكرة مش متسلل، إذا هدف أمامية، الكرة ملعوبة، وهذا ساكسي ساكسي ساكسي، الكرة تبتسم أخيرا للنيجيري إسحاق، يا إسحاق أخيرا تبتسم له الكرة ويسجل ثالث الأهداف بفينيشينج ولا أحلى. روعة 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 من النيجيري الذي يسجل ثالث الأهداف. مباراة حسمت في شوطها الأول، يا على النيجيري، ويتلقى تهاني الجميع وخاصة ابن بلده إيزيبوي. هاي الكرة مش متسلل، مش متسلل، انفرد انفرد وكان سريع وعمل فينيش.